بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي الدكتور مصطفى عارف، أستاذ علوم الحاسب بكلية حاسبات معلومات. أنا طبعا أساسا خريج هندسة عين شمس، ابن من أبناء جامعة عين شمس. انتقلت بعد كده بعد البكالوريوس، رحت عملت ماجستير في جامعة ساسكاتشوان كندا، وبعدين دكتوراه في جامعة توليو أوهايو أمريكا. اشتغلت في الخارج 10 سنين في جامعة الملك فهد في السعودية، و5 سنين في جامعة بريدج بورت في أمريكا، ورجعت لجامعة الأم جامعة عين شمس. طبعا أعتز إن أنا رجعت للجامعة بتاعتي، موجود في الجامعة. طبعا أثناء تواجدي في جامعة عين شمس قمت بأنشطة علمية كثيرة، من ضمنها الجودة. أنا مشارك في لجان الجودة اعتماد الجامعات، شاركت في 8 زيارات ل8 جامعات، مشارك في لجان قومية وصلت 6 لجان. أنا أشرفت طبعا على رسالة ماجستير دكتوراه، مثلا 21 رسالة دكتوراه و50 رسالة ماجستير. شاركت في مناقشة ماجستير ودكتوراه بعدد يزيد عن 80 مناقشة. لي أبحاث منشورة في مجالات علمية دولية ومحلية يزيد عن 160 بحث. أنا تملي بحب أوجه كلمتي للشباب، شباب الباحثين الموادين والمدرسين المساعدين والمدرسين الدكاترة الجداد، ان هم يحرصوا على السياد في العلم والمثابرة عليها. الجو الجامعي، جو انا عشت في الجامعة في دول مختلفة، وفي كل دولة عشتها الجامعة ارقى مجتمع على مستوى اي دولة. فاحنا نحرص ان احنا وجودنا في الجامعة نستزيد في العلم ونعلم شبابنا. أنا ببقى سعيد جداً أما ببقى عايش في وسط الشباب، شباب عندهم طموح وأحلام عايزين يحققوها، وإحنا بنحاول نساعدهم. طبعاً يعني كثير جداً من الأساتذة والدكاترة بينبسطوا لما يلاقوا الطلبة بتوعهم بيقولهم بعد شوية. إحنا بيجينا طلبة يعني ماسك مناصب في شركات دولية. احنا يعني احنا الشركات الدولية IBM جوجل بتخطف خريجين الحاسبات. فاحنا بنفخر ان بالطلبة بتوعنا، ونتمنى لهم مزيد من العلم. جامعة عين شمس، اهلا وسهلا، شكرا.